أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم رفعت الجلسة. في عام 2005 تم عرض فيلم أريد خلعا، واللي ظهرت فيه الفنانة هالة شيحة في جملتها المشهورة أنا خلع طارق. وقبلها في عام 2002 ظهرت الفنانة داليا البحيري في فيلم محامي خلع وقالت أخاف ألا أقيم حدود الله، وابتدى الجمهور يربط بين فكرة الفيلم بشكل عام وبين جملة أخاف ألا أقيم حدود الله. الله، هو في إيه؟ الناس دي أكيد بتتكلم عن حاجة. ده حقيقي عزيزي المشاهد، الناس دي بتتكلم عن قانون ظهر جديدا، وهو قانون المادة اللي اتضافت على الأحوال الشخصية، وهي المادة 20 الخاصة بقانون الخلع. في عام 2000 صدرت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 عن الأساس القانوني لنظام الخلع. بس ايه هو الخلع ده عزيزي المشاهد؟ ما احنا لازم نعرف الأول، الخلع هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة، ولا يمكن للزوج أن يعود لها، وسمي ذلك لأن المرأة تخلع نفسها من زوجها كما تخلع اللباس من بدنها. وده اللي ذكرته جريدة اليوم السابع 23/9/2017 تحت عنوان ما تخليش حد يلوي دراعك. وخلي بالك عزيزي المشاهد ان القانون ده ممكن يتطبق على غير المسلمين سواء كانوا مسيحيين او يهود، ولكن بشروط معينة كاختلاف الملة او الطائفة. بس ده مش موضوعنا، الفكرة كلها واللي عايز اقوله ان القانون لما طلع كان شامل وشمل كل فئات المجتمع مش بس المسلمين. بس في 29 يناير عام 2000 كانت اول قضية خلع شهادتها المحاكم المصرية امام محكمة الاحوال الشخصية بطنطا، واللي اقامتها واحدة ست اسمها وفاء. وفاء رفعت ضد زوجها واكدت في المحكمة ان جوزها هجرها سابها واتجوز غيرها بعد 14 سنة جواز. بس القضية دي المحكمة عرضت عليهم الصلح، عرضت على وفاء الصلح مع جوزها ووافت، والحمد لله رجعوا لبعض. لكن في أول سبتمبر عام 2000 صدر أول حكم قضائي، أي بعد تطبيق القانون ده بستة أشهر. وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن الطلاق خلعا يتماشى مع الشريعة الإسلامية والسنة المحمدية ويرفع الضرر عن الزوجات. وخلي بالك عزيزي المشاهد، هذا القانون يرجع تاريخه منذ بداية الإسلام ومستمد من الشريعة الإسلامية، وفي نصوص قرآنية وأحاديث شريفة وضعت بخصوص الموضوع ده، وأبرزها ما ورد في الآية الكريمة 229 من سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمين. الآية هنا عزيزي المشاهد وضحت إن في شروط لازم المرأة تتبعها عشان خاطر تقدم في دعوة الخلع. أول حاجة عزيزي المشاهد أن تبغض الزوجة الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة، وأن تخشى أن تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. تاني حاجة أن ترد الزوجة المهر وأن تتنازل عن حقوقها المالية والشرعية فيما عدا منزل الزوجية، بس الكلام ده لو كانت الزوجة حاضنة. الحاجة الرابعة في ان المحكمة ما تنجحش ان تنهي الدعوة بالتصالح، لان المحكمة بتبذل قصار جهدها في الاول ان الموضوع يخلص بالتصالح بين الطرفين. فان المحكمة لم تنجح في مثل هذه الخطوة وحكمت بالخلع للزوجة، فانت ايتها الزوجة لك بعض الحقوق، وهي اولا حقك في نفقة الابناء، ثانيا حقك في اخذ المحتويات الواردة في القايمة، ثلاثة حقك في الشقة وإن كنت حاضنة، آخر حاجة حقك في حضانة الأبناء، بس طبعا تبع قانون وإحنا مش هنتطرق للأمور دي.
طيب كده خلاص خلصت الحكاية والقانون اترسم صح واتوضح صح وشمل كل فئات المجتمع، ولكن لسه الصراعات موجودة والرجالة مش ساكتة واكيد مش هيسكتوا على حاجة زي دي طرقت عليهم. ففي 28/2/2018 اصدرت جريدة اليوم السابع مقال للدكتور احمد مهران استاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية ومدير المركز المصري لقضايا الاسرة والمجتمع والمحامي بالقضاء العالي، عارفين كوكتيل باكج كده شهادات. قال ايه الدكتور احمد مهران عن الخلع؟ قال الدكتور جملة في منتهى الغرابة وهي الخلع في مصر حرام. وقال الدكتور ان اجراءات الخلع تشوبها بعض العيوب الدستورية والمخالفات الشرعية مثل عدم علم الزوج بانعقاد الخصومة، ان جوزها ما يعرفش اي حاجة عن الدعوة من الاصل، وانها بعتت له اعلان اداري وغالبا الاعلان ده مش بيوصله، واسباب تانية كتير هسيبها لكم في لينك للجريدة اقروها براحتكم. الخلاصة ان القوانين اللي الدولة حطتها لاجل تسهيل حياة المواطن مش لاجل استغلال اي طرف من الاطراف، وان قانون زي قانون الخلع لو تلاحظ انه سبب في التفكك الاسري في المجتمع فكلنا لازم نخلي بالنا، لازم نخلي بالنا من بيوتنا ومن اولادنا، وربنا يهدي الجميع.